داخلكم الكابينة. احنا جينا علشان نوثق لحظة بطولتك يا بطل. طلعني لايف يا شاكر. اكشن. وكما عودناكم اعزائي المشاهدين، انتم دائما في قلب الحدث من موقع قلب الحدث. اسمك وبتشتغل ايه؟ اسم مختار العمري، 10 سنين خبره في القرارات اليوغوسلافي والايطالي وبالذات الفرنساوي. الفرنساوي؟ طب طالما انت زين الدين زيدان في نفسك كده يا عم مختار، مش عارف توقف التوربيدو اللي احنا راكبينه ده ليه؟ ده القطر كان مزح حلاوه الحلاوي لحد ما دخلنا الزنقور. يا ساتر يا رب، القطر ده كله دخل الزنقور ازاي؟ انت فهمت ايه الزنقور دي بلا؟ كان ماشي زي الفل، اول ما طلعنا من هنا لقيت الفرامل عطلت مني، وكمان فرامل الطوارئ من تغالي. طب لقيت مين يا عم مختار؟ مش مني ده، من صيانه. العيب من صيانه القطر. طب انت القطر ده اخر مره راح التوكيل؟ توكيل؟ انت محسسني ان احنا جايبينه من غبور. اسكت يا مختار، انت داخل على نهايه الخط. ثواني انتكم معايا بسرعه، انتكم معايا. طب اقول لك يا مختار، امن ايديك وفي خدك والحاجات دي. بعد اذنك كده بنبص للساده المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. اقول لهم ايه؟ يعملوا سبسكرايب. اعملوا لك استرايك للبتاع. وقول لهم يفعلوا زر الجرس. جرس الفسحة انت اللي كان هموت ايدك معايا. يلا تعالى. كل اللي اعرفه لحد دلوقتي يا فندم انها ماتت من الكهرباء. كهرباء؟ يبقى اكيد ده السفاح. القضية دي طولت قوي والرأي العام مش ثابت يا فندم. أنا حاسس ومقدر قيمة القضية دي جدا. لما نشوف آخرتها. مع السلامة عماد. يا هشام. تمام سعادتك يا فندم. طب الشرعي خلص ولا لسه؟ شغالين جوه سعادتك. مين الدكتور اللي بيعاين؟ دكتور عبلة. طيب حس كده بقى، اطلب لنا 2 كابتشينو دبل شوت. بقول لك يا دكتوره، هو حضرتك لسه قدامك كتير؟ لسه شويه. احنا بقينا الساعه 2 بعد نص الليل، وانا اللي بودي ولادي المدرسه كل يوم الصبح. على فكره انا مش بلعب، انا بشوف شغلي. الله يكون في عونك. وتفتكري حضرتك القتيله دي ماتت بقى لها قد ايه؟ تقريبا بقى لها 3 ايام. اوعي تقولي لي انه السفاح. للاسف هو. واللي مخليك متاكده؟ لأن المرة دي أخذ الرجل الشمال. مرة ياخد إيد، ومرة قفص صدري، ومرة رجل. تكونش تجارة أعضاء يا دكتورة؟ لا يا فندم، تجار الأعضاء ما بياخدوش الأجزاء دي، دول ياخدوا كلية، قرنية، قلب. الواد ده أكيد مسجل، وأكيد بيرتكب كل جرائمه تحت تأثير المخدر. للأسف يا فندم، حتى الفرضية دي مستبعدة تماماً.